السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفاتي الاسبوعيه اللي كنحضر دائما كتكون عندي في المجمد، كنربح بها الوقت وكذلك كنحضرها في واحد الوقت وجيز كتنفعني في الفطور وفي الكوتي. غادي نحضر معكم واحد 54 ملويه صغيره بواحد الطريقه سهله وسريعه دغيا دغيا. غادي توجدوها في واحد الوقت قصير، ما تبقاوش ديروا وحده بوحده، كيجي رائع وزوين. هكايا كينفعنا في الفطور وفي الكوتي. وغادي نحضر معكم كذلك واحد القرص اللي كيجي غزال بزاف، واحد كيلو ديال الدقيق يعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره بزاف. غادي نبداو اول حاجه بالملوي الصغير. غنحتاجو الماء اللي كيكون دافي، الزبده اللي غادي نذوبوها من بعد. بالنسبه للدقيق عندي 650 غرام ديال الدقيق الابيض الفرس، 300 غرام ديال الدقيق القمح الفينو، واحد المعلقه السكر، واحد راس معلقه ديال خميره الخبز القليل جدا ما كنكثروش، واحد ربع معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للدقيق الابيض كيكون دائما غالب على الدقيق القمح الفينو، حيت الا كثرنا من هذاك الدقيق القمح الصلب غادي تجينا العجينه، غادي يجينا الملوي ديالنا قاصح، ما غاديش واخا ندلكوه مزيان ونديروا له الزبده ما غاديش يجينا زوين. دابا غادي نبقاو نضيفوا في الماء وحنا كنخلطوا حتى كتجمع لي العجينه. عاد من بعد غادي نبقى ندلك فيها حتى كترجع واحد العجينه مطاطيه، ماشي بحال العجينه ديال الخبز، خاصها تكون بحال المسكم ما كتقطعش، باش منين نبغيو نورقوها ما تمزقش لينا العجينه. هاد الطريقه الا جربتوها غادي تبقى معتمده عندكم وتبقاو ديما ديروها. غادي نحصلوا على واحد 54 ملويه صغيره بطريقه سريعه جدا، ما غنبقاش نديرو وحده بوحده، في واحد الوقت وجيز غادي نحضروا كميه كثيره. القوام ديالها كيفاش تيكون باش كنجبدوها بحال هكا، كتورق غير في يدينا قبل ما نورقوها بالزيت، ما كتقطعش، خاصها هكا يكون القوام ديال العجينه ديال المسمن. هي بغيت ينجح معاكم يجيكم مورق وزوين. هنايا كندهنوا البلاصه اللي غنحطوا فيها العجينه ديالنا بالزيت وكندهنوا يدينا حتى هما. غادي نوريكم الطريقه كيفاش غنخدمها، سهله بزاف دغيا، غتوجد واحد الكميه كثيره. هاد الطريقه اللي غنوريكم مزيانه بزاف الا بغيتوا تحتفظوا به في المجمد، ماشي كل نهار ضروري خصنا نعجنوا المسمن ونطيبوه، ما كيكونش عندنا الوقت اكثريه. كنجبدوهم من المجمد كنسخنوهم بحال الى الله وجدناهم. بالنسبه لهاد الكميه تقدر دير لكم اسبوع او اسبوعين وتبقاو غاديين بنفس الطريقه، كتسهلوا عليكم الوقت بزاف. غادي نقطعها الكويرات، غادي نقسمها 4 ديال الكويرات كبار ونحطهم يرتاحوا. كندهنوا يدينا بالزيت وكنقطعوهم 4 ديال الكويرات كبار، كيكونوا قد حتى الا بانت لنا شي وحده زايده شويه كنعاودوا نقصوا منها وكنقادوهم مزيان. غادي ندير 4 ديال الكويرات دهنتهم بالزيت وغطيتهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم كيرتاحوا. دابا غادي ندوزو نوجدو القرص اللي كيجي حتى هو خفيف ولذيذ بزاف ومنسم. غادي نديرو في الخلاط الكهربائي 2 ديال البيضات، غادي نعبرو بالكاس ديال العنبه، هو اللي غناخدو به القياس ديال هاد المقادير ديال القرص. عندنا كيلو ديال الطحين غادي يعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره ديال القرص، كيجي خفيف ورطب. غنزيدو على دوك 2 البيضات كاس ديال السكر سنيده، القياس بكاس العنبه اللي فيه 150 مليلتر. غادي نزيدو كذلك كاس ديال الزيت النباتيه، دائما القياس بكاس العنبه اللي فيه 150 مليلتر. غادي نضيفو 2 معلقات كبار ديال خميره الخبز، الخميره الفوريه او الخميره المعجونه. بالنسبه للمعلقه اللي خديت بها القياس هي هذه، معلقه كبيره، 2 معلقات هكايا ممسوحين ديال الخميره باش كيجينا خامر مزيان وكيطلع. وغادي نحتاجو 2 كيسان ديال الحليب دافي بقياس كاس العنبه، دائما كندفيوه باش كيتفاعل لينا الخميره وكتخمر لينا العجين بسرعه، دائما بكاس العنبه اللي فيه 150 مليلتر. غادي نضيفهم على البيض والسكر والزيت والخميره، وغادي نزيدو 2 كيسان ديال الدقيق من هذاك كيلو ديال الطحين اللي غادي نصوب به القرص ديالي. هنايا عندي كيلو ديال الطحين غير عبرتو ودرتو في هذه البلاستيكه هذه. وغادي نحتاجو ساشي ديال الفاني وجوج ديال الخمارات، كل خماره فيها 8 غرام. هادو ما غنضيفوهمش دابا، وباقي المقادير ما وريتهمش لكم حتى للاخر، عاد غنضيفوهم. دابا في الخلاط كنضيفو 2 كيسان ديال الطحين على داك الزيت والحليب والبيض، غير 2 كيسات اللي كنقصو، وكنسدو على الخلاط ديالنا وكنطحنو الكل مزيان حتى كنحصلو على واحد الخليط بحال ديال البغرير كيكون مرغوي. قبل ما نطربوه كنحركو بالمعلقه باش كتندمج لينا داك الدقيق ما كيبقاش هكا مكور من الفوق. كنخلط مزيان مزيان عاد كنطربوه في الخلاط، ومني كي
يذوب مزيان هذاك الطحين والسكر والبيض والزيت داكشي كامل كيندمج كينحصل على واحد الخليط تماما بحال ديال البغرير كيكون مرغوي. عاد كنحيدو بعد ما طربت الخليط ديالي كيف كتشوفوا كيرغوي مزيان وكيطلع كتفاعل ديك الخميره مع الدقيق والزيت والسكر. كناخدو كنديرو في واحد السوبيره كبيره او في العجانه. انا غنديرو في العجانه، ما كانتش عندكم العجانه ماشي ضروري، كديرو غير في القصريه او في شي سوبيره كبيره وكتغطيوه بواحد البلاستيك غذائي وكتخليوه كيتفاعل واحد 15 دقيقه ربع ساعه. عاد غادي نرجعو ليه ملي كيبدا يطلع واحد شويه غنرجعو باش نكملو. دابا غادي نضيفو له عندي هنا 4 معلقات كبار ديال الزنجلان نقي مغسول ونقي ومحمر، وعندي 2 معلقات كبار ديال النافع اللي حتى هو نقيته وصهدته فقط في المقلاة، ما كنحمروش بزاف حيت هو دغيا كيتحرق، حتى هو كيعطي واحد النسمه زوينه في هذا القرص وكيعطينا واحد كيعطيهم واحد الشكل من الداخل زوين. هنايا غادي نضيفو كذلك 2 خمارات كل وحده فيها 8 غرام وصاشي ديال الفاني وداك الدقيق اللي بقى وكاس ديال الماء زهر. كنعبروا دائما بالكاس ديال العنبه. هنا بعد ما كدوز ديك 15 دقيقه كيتفاعل الخليط راني ضفت عليه النافع والزنجلان وضفت عليه دابا كاس ديال الماء زهر وغادي نزيد 2 ديال الخمارات وكذلك غادي نزيد ساشي ديال الفاني. كيجيو منسمين بواحد الطريقه عجيبه فيهم هذاك الماء زهر وديك النافع والزنجلان وعاد كيجيو خفاف بزاف. دابا كنزيد ديك الكميه ديال الطحين كامله، راني غربلته من قبل غير فقط باش نعبرو ناخذ القياس مضبوط، درتو في هذه البلاستيكه. كنضيف هذيك الكميه ديال الدقيق كلها وغنحتاج لواحد الكاس ديال الماء، كاس عنبه نقدر نضيفو كامل نقدر لا كاس ديال الماء دافي. غادي نخلط دابا بيديا وغادي نعجنها في العجان. عندنا كاس ديال العنبه كنبقاو نضيفو فيه شويه بشويه وحنا كنعجنو حتى كتولي عندي واحد العجينه بحال ديال السفنج تماما، كتلصق كيف كتشوفوا، ما كتكونش جاريه وانما بحال ديال السفنج شاده راسها ومرخوفه. في الاخر كنزيد لها الملحه تقريبا واحد ربع معلقه صغيره ديال الملحه وكنعاود نخلط كنضيف واحد شويه الماء وكنعاود نعجنها باش كتخلط مع الملح مزيان حيت ما درتهاش في الاول باش ما تهرسش ليا الجهد ديال الخميره. من بعد صافي كنحيدو الخلاط. هنايا راه ماشي كنعجنوها كندلكوها غير كتخلط، ماشي بالضروره ديروا العجانه غير بيديكم وتبقاو تخلطوا بحال السفنج حتى كتحصلوا على واحد العجينه مهويه وكتكون اسفنجيه على هذا الشكل. من بعد كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. بالنسبه لكميه الماء اللي ضفت تقريبا واحد كاس العنبه، ممكن ديروا كامل اولا نص ديالو على حسب النوع ديال الدقيق. بالنسبه للطوريق غنحتاجو خماره سميده رقيقه، الزبده اللي ذوبتها حتى كتصفى ما كيبقاش فيها الماء. من بعد كنزيد ليها ملي كتبرد الخماره كنزيدو خمارة ونص كاس ديال الزيت النباتية. كنخلطو الزبدة مع الخميرة وكنجيبو الكرة الأولى كندهنو الزيت فوق سطح العمل وكنورقوها مزيان حتى كتورق لينا ديك الكويرة الأولى، دوك 4 الكويرات اللي قطعت في الأول كناخدو منهم وحدة نورقوها مزيان وندهنوها بالزبدة مع الزيت والخمارة ونرشو بالسميدة رقيقة وكنروليو العجينة ديالنا على هاد الشكل هذا حتى كنحصل على واحد العصية اللي كتكون كبيرة. هاد الكويرة غادي تعطيني تقريبا واحد 13 او 14 ملويه صغيره. هاد الطريقه كتربحوا بها الوقت وكتساعدكم بزاف، كيجي الملوي مورق من الداخل وكيجي صغيور ما كيضيعش. حتى ملي كنبغيو نجبدوه نتناولوه كناكلوها ما كيبقاش منها، ماشي بحال ملي كنديرهم كبار خصوصا الوليدات الصغار في الفطور ما تيبغوش ياكلوا لينا كميه كثيره، هادو صغيورين تيجيو زوينين. وكنبقاو مستمره بنفس الطريقه كنورق وكنقطع حتى كنسالي. الان غادي ندوز القرص ديالي كيخمر وكيضاعف الحجم ديالو. كندهنو يدينا بالزيت وكنبداو نقطعو كويرات كنديرو فيهم 50 غرام اولا 40 غرام على حسب الكبر اللي بغيتو وكنحطوهم في اللاطا متباعدين واحد شويه حتى كنساليو. من بعد كنقرصوهم بيدينا هما في اللاطا غير واحد شويه كنعاودو نقرصوهم كنغطيوهم كنخليهم حتى كيخمروا مزيان. في هذه المرحله خصهم يخمروا مزيان. من بعد كندهنوهم بيضه مع قطرات ديال الزيت وكنرشوهم بالزنجلان
وكندخلهم يطيبوا في فران سخون بحال الطياب ديال الخبز. فران سخون من قبل شاعل من الفوق والتحت، الفوق ناقص والتحت مجهد. دابا كندوزو نطيبو الملوي ديالنا اللي كنورقوه غير واحد شويه بيدينا، وكنحطوه في مقله اللي كتكون سخونه مزيان وكتكون النار فيها مجهده باش كيطلع لينا مزيان. كنخليوه حتى كيبدا يتنفخ من الفوق، كيدير فقاعات عاد كنقلبوه، كنديرو له بحال الطريقه ديال الشير. الطريقه هي باش كنطيبوه باش كيجينا مورق من الداخل ومفشفش، ما كيجيش يابس. والمقله ضروري تكون سخونه باش ما يجيكمش يابس ويجيكم خفيف ورطب من الداخل. مني كنساليو صافي كنحيدوهم فاش كيتحمروا من جوج ديال الزشوايه، وكنبقاو مستمرين بنفس الطريقه. كنطيب واحد الكميه كثيره في المقله حيت صغيورين. هنايا بالنسبه للقرص ديالي بعد ما كيطيب وكيتحمر كنخرجوه من الفران، كيف كتلاحظوا كيجي محمر وطايب وكيعطي ديك اللمعه. درنا حيت داك الزيت اللي درنا مع البيض كيعطيه اللمعه. ما كنديروش صفر ديال البيض، كنديروا بيضه كامله مع قطرات ديال الزيت وكندهنوا به. كيف كتشوفوا الطياب كيكون بحال ديال الخبز تماما، غير السير ديالو باش كيجيكم عاود زوين خاصو يخمر مزيان عاد كتدخلوه يطيب في الفران. كنديروهم في هذا الحجم او لا صغر من هكا باش ما يضيعوش لينا حتى هما مني نجبدوهم، باش كلشي يتكال حتى حاجه ما تبقى. هيدي الا درناهم كبار بزاف اكثر ما كيتكملوهمش لينا الدراري الصغار. كيف كتشوفوا الملوي ديالي الطريقه الطياب ديالو قربت ليكم، كنحطوه حتى كيدير الفقاعات وكيتنفخ عاد كنقلبوه على الوجه الاخر، والنار كتكون مجهده باش كيجي مفشفش وطيب مزيان من الداخل. وعاد كنطيب واحد الكميه اللي كثيره فوق التواجيز وسهلنا علينا بزاف. وفي نفس الوقت ملي كنجبدوهم هكا في الفطور او الكوتي حتى هما كيتكالوا دغيا وما كيبقاش منهم حيت غير صغيورين. هنايا بعد ما ساليت القرص ديالي كنخليه حتى كيبرد مزيان عاد غادي نجمعو. وحتى هذاك الملوي كنطيب وكنحطهم في واحد السيف واحد فوق واحد المنديل نقي وكنخليهم حتى كنكمل، ومني كيبردوا حتى هما مزيان عاد غادي نجمعهم. بالنسبه لهذاك الملوي ملي كنجبدوه من ملي كنحيدوه من المقله فاحنا كنضربوا به واحد شويه الطريقه العاديه، كنضربوا به مع الجناب باش كيتحل. هنا ملي كيبرد لي القرص كنجمعهم في البلاستيك الغذائي وكندير القياس اللي بغيت، راه ما كيجمدوش كيتلاصقوش مع بعضياتهم كيبقاو مفرزين. المهم تنجمعهم في البلاستيكات وكنحتفظ بهم في المجمد. هاد بالنسبه لي انا راه ما غاديش نحتفظ بهم واحد المده اللي هي طويله. هاد الكميه تقدر دي ليا الى كثرت تقدر دي الشهر، خصوصا الى كان الى كنتو كتفطروا بهم بزاف في الفطور والوليدات عاد كياخذوا معاو ثاني في الكوتي، فراه دغيا كيسالي وما كيبقاش منهم بزاف. وان شاء الله راه غادي ندير معكم سلسله ديال الوصفات اللي ممكن تحضروهم في البيت وتحتفظوا بهم في المجمد، كتربحوا بهم الوقت والجهد كذلك. ماشي دائما كتكون راشقه لينا باش نطيبو باش نوجدو الشهيوات، كاين شي مرات كنكونوا عيانين ما كيكونش عندنا الوقت، كنكونوا خارجين عند الطبيب او لا ماشي وليداتنا ما كيكونوا مرض، فما كيكونش دائما عندنا الوقت باش نوجدو هاد الشهيوات هادي. فكنلقاو البديل عندنا في المجمد، كنجبدو كنسخنوهم كيرجعوا بحال الا عادي الله شريناهم. كنسخنوهم في الاله ديال البانيني، فهما ساهلين بزاف ما يحتاجوش كاع انكم تشعلوا عليهم الفران. كنسخنهم انا غير في الاله ديال البانيني سواء هاد القرص ولا حتى هذاك الملوي الصغير. بالنسبه للكميه اللي عطاني هاد كيلو ديال الطحين حيت انا درت فيهم 50 غرام عطاني 47 حبه ديال القرص. غادي نقطع لكم باش تشوفوا الهشاشه والخفه واللذه كذلك، ما نعاودش لكم. يجيو خفافين ورطبين من الداخل مقطنين بحال اللي كنشريهم من المخابز واحسن. هني بالنسبه للملوي بعد ما طيبته كامل كنعري عليه حتى يبرد، ملي كنحيدوها من فوق العافيه فاحنا كنضربوا بها واحد شويه باش كتجينا مورقه ومفشفشه من الداخل. شفتوا كيفاش كيجي خفيف ومورق، ما كيجيش معجن نهائيا. غير السر ديالو خصكم تسخنوا المقله مزيان والنار تكون مجهده واحد شويه ما تكونش ناقصه، تخليوه حتى كيبدا يدير هذوك الفقاعات، من الفقاعات كتقلبوه وما كتعطلوش بزاف فوق البوطه باش ما يبسش ليكم. غادي نجمعو حتى هو في البلاستيكات، راه ما كيجمدش. كندير واحد الكميه كثيره في البلاستيك، كندير 10 اولا 15 في كل بلاستيكه باش ما نحت هكايا كنقتصد، ما كيخصنيش واحد العدد كبير ديال البلاستيك الغذائي. وتقدروا تكتبوا عليهم التاريخ وقتاش صوبتهم باش ما تنساوهمش وما يفوتش عليهم التاريخ بزاف.
بالنسبة لي انا راه كنوجد واحد الكمية اللي هي قليلة ماشي بزاف، يعني هاد الكمية هادي راه تتقاد ليا في واحد الوقت قصير، ما كتديش ليا بزاف. وعاد بالنسبة لهاد المعجنات هادو من الاحسن يكونوا دائما عندنا موجودين في الدار، ما نحتاجوش اننا نبقاو نصوبهم كل نهار. وهاد الطريقة اللي عطيتكم جربوها لانها ساهلة دغيا دغيا، كتوجدوا بها كمية كتيرة. عطاتني 57 حبة ديال الملوي صغير، ودائما هاد بالنسبه لهاد الملويه او القرص خليوه حتى كيبرد مزيان عاد كتحتفظوا به، ما ديروهش سخون لان الا درتوه سخون ما غاديش يكون صحي. هنايا القرص ديالي بعد ما كملته والملوي ديالي حتى هو. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وديروا ليا جيم لاني درت واحد المجهود كبير